واش الدراري واش الدريات، معكم هشام الزيزيه ومعكم اكرام. اليوم غادي نمودي للبحر ان شاء الله، وقلت لها شوفي قلت لها ما نهزوش الموطور غنمشيو في بيكالا، دونك هاد البيكالا هادي غنركبو فيها دوك بلاص. غنمشي نضرب شويه انا في البحر اليوم نهار الحد، كيكونوا صحاب شويه تما، كيكون واحد الجو زوين بزاف. فوالا يا اكرام غادا فوتو غير الطريق هادي خايبه ومن تماك غنسد الطريق. هادي اول تجربه غنديرها. المهم دراري دريات حنا وصلنا دابا للبحر، هو واد مرزك. نمشيو دابا نقلبو على شي بلاصه فين كيبيعو السرادير والحيتان واللعيبات. الحيتان ناكل الحيتان. عرفت وما نكذبش عليكم، هذا الجو هذا فكرني ايام البريباراسيون البطولة المغرب. في هذا الوقت هذا انا كنت كنبريباري البطوله. فوالا كانت واحد ليكسبيريونس لي زوينه بزاف. نقدر نشارك في واحد البطوله تكون في شهر 7، واحد الكرون بري نقدر نشارك فيه. ابار سا صافي، ما بالنسبه لبطوله المغرب هذا العام هذا ما غنشاركش فيها. دونك نشارك في واحد غران بري، نقدر نشارك في كاس العرش. اهم حاجه الدراري انني خديت واحد البريك هذا العام هذا نرتاح، راكم عارفين خاصني نقاد الامور الشخصيه مزيان، يعني نقاد الساس ساعات اللي درتها راه جات معايا فهمتوا. اما غتمشي حتى غتبريباري ومازال تابعك شحال من حاجه خاصك تقاد شحال من حاجه في حياتك ما عندهاش معنى فهمتوا. وشا تا البريباراسيون ما غتمشيش هي هذيك، والمورال ديالك ما غيمشيش هو هذاك. من الاحسن نقاد الامور ديالي اللي داكشي شخصي يعني عائلتي هي الاولى. منين نرتاح 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 غادي نبريباريو شي بطوله، وغادي نجيبو شي مركز اللي غيكون زوين بزاف والمركز اللي كنستاه. غنمشيو للمريصه غنجيبو الحوت وغنريحو عند هادو هنايا، واحد الفيو زوينه كاينه هنايا كما تشوفوها، وبنتي غادا كتلعب. يلا بنتي يلا طيز الاربعه واخر نتزوجو الدراري ما عندكم باقيين صغار. ودابا شوف الزواج راه زوينه الصاط. انت خارج سو مرتك ضاحك لاعب بخير، ساكن انت وياه بخير، تبغي تمشي شي اوتيل ما كاينش ديك اللعيبه فينا، هو العقد عندك، العقد عندك الكوش. بغيتي ديري قرينات ديريهم عادي. صافي قالت لك ما تلبسيش طالون، قالت لكم اكرام ما تلبسوش طالون ديما كونوا سبور. انا واحد اناناسه وكيلو ديال السردير
دونك الاناناس وكيلو السردير عندهم مشوهم تقريبا. الاناناس بالفريال كيلو السردير قلت طلع عليه بشي 20 درهم بين السردير والتنقيه ديالو الفرشه هذا هي هذه 70 درهم دابا. المهم حنا جينا لهاد البلاصه هذه اللي زوينه بزاف اون فاس بي سور مير اون فاس مع البحر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام احسن حاجه الشوار بخير. دونك هي هذه الحياه الزوينه اللي بغينا تريني عيش حلال وجا خويا بي سور مير وضرب لي الحيتان مع راسك هاد الويكاند يوم الاحد اثنين عاوتاني غنرجعو لونطخينمون غنرجعو للهارد وورك عاوتاني ميمكنش. هذا هو البلان نتمنو داكشي طيب و نتفاجئ. المهم هاي شوية واجدة بصحة اطحان. المهم خلصنا تقريبا شوية بس 40 درهم وما عرفتش حسبات المناضة ولا ما حسبات المناضة. المناضة المناضة كنضرب جبال علاش؟ كلشي من عندنا. خبزنا بنا راسنا 40 درهم شويه ولينا وعطوني شويه ثاني عطونا 10 درهم. يا الله ايوا 10 درهم شويه ولينا. دابا شنو هو باقا تابعني في الطريق؟ الطريق تابعنا طويله بزاف. حس بكالتي؟ بكالتي؟ غادي تابعنا الطريق دابا خصنا نرجع للدار وغنمشي غنحط الكاميرا تشارجا غنتكا شويه ومن بعد غادي نتحركوا للمرجان. تقدر هذا الشيء اللي خاصني ديال السيمانه. المهم الفلوق مازال طويل غيكون اطول فلوق واحسن فلوق مع احسن عشران وكنبغيكم بزاف. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. بعد نوم عميق ناسنا شي شحال ديال الوقت اكرا ناسنا؟ ناسنا شي ساعتين تماكانا فايقين هو هذاك تاكرا فايقه هي هذيك. دونك غتمشيو معنا غنمشيو نتقداو شي حاجه من المرجان فوالا هادشي اللي كاين. شتو دابا غنهزو الموطور مكذبش عليكم طحنا بزاف بزاف بزاف. اول مره غادي ننزلو البحر على رجلينا طريق بعيده وتسخنا بالبيكالا وداكشي ولكن الحمد لله داز نهار زوين والله عجبني الحال ونعرفتكم سخيتوش بينا. غادي نكملو لكم الفلوق ان شاء الله. يلا شو معك ايوا انا هو تهزيت الموطور البارح هدرت لي واحد رسلة ناضية موطور نقي شي هو هداك يا صراحة كيما حسب الموطور بيكالا الكراج سخاتني اليوم. خديت الميرنا و طونا العنيد تقريبا الميرنا خديت شي شحال كيلو عندي تما ديال الميرنا شحال كيلو 3 كيلو و 100 غرام ديال الميرنا وعندي واحد كيلو ديال الطون دونك بخير مازال وخديت هادشي شحال برشي ليا دابا هنايا هادي ميشين هو مدى الطون ياه كيبان بحال الحمل معاه و سميتو هاديك الاولى هادي هي التقدير ديال تقريبا شي سيمانه اكثر من سيمانه كاين اللي غضرب سيمانه وكاين اللي غضرب اكثر. المهم احسن حاجه خديت ديت واحد البريصه باش نبدا ندخل فيها لي طوس مزيان اللي بغيت نصوب شي ندير شي تشيتميل غير في الدار حيت ما قلت الزنقره ما يمكنش تحسبها ما يمكنش تحسب تعرف راسك شحال كتاكل. وهادي ماكينه ديال الليمون زوينه دايرين فيها برومو هادو بجوج ب 200 درهم هادو بجوج ب 4000 ريال. دونك الى بغيت نشرب ليمون طبيعي نعصرو ونشريو ونعصرو مع الصباح فوالا. عندي هنا لي بار كاين هنا 3 كيلو ديال الصدر ديال الدجاج تقريبا كل كيلو غيضرب لي 5 ايام 200 غرام. عندي هنا الحوت تقريبا كاين واحد جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يوم غيضرب لي هذا الحوت هذا 12 يوم. هذا الزبلي ديال الكرام ماشي ديال الكرام الطونجا هو كاش بغيت الكرام. عندي هنا لي طوس كاين هنا كفته ديال اللحم هادي غضرب ليا 5 ايام بالنسبه ليا انا. بالنسبه للاكرام راه تقدر تضرب هاد الشيء صافي هادشي اللي كاين. دونك غنوجد واحد الرفه دابا غيكونوا فيها لي بات وغندير فيها طون هذا طون صافي
وزويتيناه. وكيف العاد؟ كان معكم متميت في الزيخ. ولا كنتي عشيري اول مره كتفرج فيها ما نساش شي لايك شي كومونتير زوين والد دريت نتوما بالبلو بارطاجيو هذا الفيديو هذا وتهلاو كنبان لكم مسخسين وكنضرب شويه عشيه اش هسه زوج يلا سالينا الدار ولعيبات دونك الناس يلا ان شاء الله.